يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام وبرنامج نون اللي نسلط من خلال الضوء على أهم القضايا اللي تخص المرأة الكويتية وأهم إنجازاتها. معنا اليوم في حلقتنا ضيفتنا فاطمة محمد الروائية والكاتبة. يا هلا ومرحبا فيك معنا. يا هلا فيكم، شكرا على الاستضافة. بداية فاطمة، يعني كلمينا عن أنواع الروايات. طبعا تختلف المدارس الموجودة بالمدارس الفكرية والأدبية، لكن الأشهر منها والمتعارف عليه هي الروايات الاجتماعية اللي أنا من المعتنقين حق المدرسة هذه. وفي عندنا الرواية البوليسية والفانتازية، وطبعا في مجموعات وايد حاليا يمكن ما أقدر أستذكرها كلها، لكن بشكل عام هذا الطابع الغالب اللي موجود في من ضمن الروايات أو أنواعها. نعم. طيب منو اللي تأثرت فيه فاطمة؟ يعني أي نوع من الروايات تأثرتي فيه وحسيتي إنه إيه هذا مجالي؟ أنا أستاذة أساساً، مجالي كان مجال خواطر، يعني من كتاباتي كانت خواطر فعلية. لكن مرة كنت رايحة بمكتبة فشفت كتاب شدني لشكل غريب. قلت شلون إن شكل يكون كشكل مصري ولابس عمامة ويعتبر أديب؟ شدني الكتاب، ونحن ندري يعني إن هي تحت ظلال الزيزفون. الاسم شدني، وأول مرة أقرأ صراحة حق كاتب عربي. فخذيت الكتاب ولما قريته حق الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي. الاسم كان غريب بالنسبة لي وما كنت صراحة متوجهة للأدب. فلما قريته كان التأثير الأول والكبير اللي غير مسار حياتي وخلاني إن أنا أشتري قاموسة كامل لكل إنجازاته وكل إبداعاته مصطفى لطفي المنفلوطي. فكل اقتباساتي وحتى طريقة أسلوبي الكتابي أنحدر يعني تحت مفاهيمه وتفكيره. نعم، هل تعتقدين أن يعني الراوي خلينا نقول لازم يتميز ميزات معينة عشان أنه نقول عنه والله هذا روائي؟ أساس الكتابة بالأساس شغلتين أساسيتين. الأولى أنه يكون عنده البلاغة خلينا نقول الكتابية، أو مثلا خلينا نقول المنهول الحرفي اللي ممكن هو يقدر يكتبه في ويكونه في جمل وسطور. بالإضافة إلى ذلك، لما يكون عنده هذا الفكرة لازم يكون عنده خيال. لما تجتمع عنده هالعنصرين ويقدر يخلق منها عاطفة معينة، هني نتكلم فيها عن مبادئ التدريب والأدوات اللازمة للكاتب اللي لازم يأخذها. بعد ما يأخذ هالشغلتين وأدوات التدريب بالإضافة حق القراءات اللي تكون حق كتاب متمرسين في المجال، هني يكون عنده حصيلة فكرية كبيرة يقدر أنه هو يمشي فيها في المجال الأدبي. فبالأساس لازم يكون عنده حصيلة لغوية بالإضافة حق الخيال اللي ممكن يستدركه عشان يقدر يحطه على السطور. نعم، خليني الحين حق الروائية فاطمة محمد. يعني احنا الحين في عالم السوشيال ميديا وانت عارفة يعني ما شاء الله الانتشار سريع، خلينا نقول شلون تقدرين يعني تستقبلين هذه الردود عن طريق السوشيال ميديا سواء بنقد أو بإعجاب؟ خلينا نقول أنا من الناس اللي لها الحمد من عشاق اللي أنا ممكن يكون عيب إن أنا يمكن قاضية بعض وقت فراغي بس على هالشيء هذا، لكن بيكون في تقارب فكري بيني بين قرائي. أحب أرد على كل مسج أو رسالة توصل لي. نعم. إذا كانت بالنقد، إذا كان شيء إيجابي طبعا أخذ فيه، إذا كان شيء ممكن أغير فيه مسار الفكري أو مسار القلمي، وإذا كان شيء فيه خلينا نقول تهجم فكري أو يمكن ما توافق فكري معاهم. نعم. فيكون بالعكس لهم كل الاحترام والتقدير، لأن بالأخير الناس أذواق. أكيد. فبكل الأحوال بشتى الردود يحترمون لطالما هو في حدود الأخلاقيات. نعم صحيح. طيب بما أن احنا حين في عالم السوشيال ميديا، خلينا نقول طلعت الكتب الإلكترونية. صحيح. شنو تفضلين، كتب إلكترونية أم الكتب الورقية؟ الكتب الإلكترونية ممكن تسهل عملية وصول الحرف إلى القارئ. اما الكتب المطبوعه خلينا نقول لها ميزه اللي يتعلم عليها ما يقدر. صحيح. مهما قريتي على الكتب على قولتهم على الجهاز اللوحي ولا على الايباد ولا الكمبيوتر، ما تقدرين ان انت تستشعرين المشاعر غير ما تمسكين الورقه. بالضبط. بالكمبيوتر مهما قدرتي العيون على قولتهم بالكويت تزغلل. صحيح. فما راح تقدرين توصلك المشاعر كثر ما تحسينها بالورق. فانا من الناس اللي احس ان الكتاب المطبوع أقرب أفضل لقلبي، وغير هذا أنه يكون ملمسه غير يعني. نعم، نطلع فاصل صغير ونرجع لكم.
رجعنا لكم بعد هذا الفاصل مع الروائية والكاتبة فاطمة محمد. هلا فيك معنا مرة ثانية. فاطمة، يعني قبل شوي كنا نتكلم عن السوشيال ميديا وعن الكتب المطبوعة والكتب الورقية. ما تعتقدين في حال اختيار الكتب المطبوعة، الكتب اللي بالسوشيال ميديا اللي هي تصير الإلكترونية، خلنا نقول، ما راح يتأثر سوق يعني الكتب في المعارض؟ صحيح، في تأثير، في تأثير فعلي. يعني أغلب الناس ممكن يكونون، غير التسريبات اللي ممكن تصير أو ساعات تصير الكتب يأخذونها ويسوونها سكان وتندرج بالمواقع كانتهاك حقوق فكرية للكاتب بأمانة. لكن اللي عاشق للكتاب راح يظل متوجه للكتاب. نعم. الدليل على هذا الشيء لو تين على مستوى المعارض، بوجودي أنا بمعرض الكويت أو معرض الخليج، للحين في تجمهر كبير وفي جمهور، ومبيعاتنا قاعد يعني لله الحمد على كل معرض قاعد أروح كميات كبيرة قاعد تنفذ الكمية لله الحمد على الكتب الورقية، على الكتب الورقية. ممتاز. فهذا إندل يدلنا على عشق إن الناس ما زالت تطمح. صحيح. للحين إحنا من الجيل الطيبين. نعم بالضبط. فبأمانة بمختلف الفئات العمرية تلقينها من عمر 10 سنين، من عمر 11 سنة 12 سنة، أخص فيهم بالذكر الشارجة وعمان، عمرهم 12 سنة يوني يناقشوني بالكتاب، يعني يوني يكلموني فكريا ولغويا عن الكتب. نعم. ويصرون أنهم لازم يأخذون حصيلة من الكتب، بالإضافة حق دعم الحكومة لهم بالكوبونات اللي ممكن تكون، الدعم الفكري، هذا كله قاعد يدعم الكتب الورقية. صحيح. فهذا الاتجاه حتى من جانب الحكومي أو من جانب أولياء الأمور يبين لنا أن في للحين ولاء أقبال للكتاب الورقي. نعم. وإحنا الحمد لله للحين بخير. الحمد لله. طيب بالنسبة لموضوع النقد، يعني كل كاتب لابد أنه يتعرض للنقد، هل تعتقدين أن إحنا فعلاً نملك نقد موضوعي؟ كل شخص يأخذ من وقته ويتوجه لكاتب ويقول له كلمة يعتبر عند نفسه ناقد. صحيح. وجهة نظري أنا ككاتب، إذا كان هو نقد بناء أو نقد هجومي، هذا أتركه لنفسي. لكن بشكل عام كنقد موضوعي، نعم في وايد ناس ينقدون موضوعياً، لدرجة أن في أشخاص معينة من رواية الإصدار الأول والإصدار الثاني غيروا منحنى فكري كامل. نعم. يعني أنا بالنسبة لي كنت أكتب على أول رواية كان بس شخصيتين، قالوا لي في يعني فئة كبيرة قالوا لي أن وايد حسستينا وعيشتينا العالم صح، يو بعدها كان يقولون بس يا ريت أنك تكلمت عن الأطراف الثانيين. صحيح. أوكي، فهم لما تكلموا عن هذا قالوا لي كنقد، لكن هذا بالنسبة لي أنا ما خذيت نقد، خذيت تمني. حلو. فأنا حولته بالرواية الثانية، أوكي بدال شخصيتين أتكلم عن 5 بيوت. صحيح. بعدين يقول أنت قاعد تكلم بصوت الرجل. أوكي، الرواية الثالثة صارت بصوت المرأة. فاللي بوصلت يا كل نقد ممكن يوصل حق الكاتب ممكن هو ياخذه بحساسية ويقول والله هذا فكري وأنا بمشي عليه، أو أن أنا أقتنع فيه ونوع بالأذواق، لكن أنا ما أمشي على رأي، على قولتهم بالكويت يقولون رأي السوق. صحيح. أو هذا اللي قاعد يبيع. يا أن أكتب شيء أنا مقتنع فيه واقتنعت فيه، او ان اظل على فكري واتقبل الكلام اللي يقوله بالشكر والف شكر، لان بهم كان خذ وقت لو ثانيتين انه هو يكتب له هالشيء. شكرا على قولتهم على اللي شكرتني عليه، والف شكر على النقد اللي وصلت لي. اذا كان تهجم فهو يعكس نظرتك انت للروايه، لكن صحيح. بالنسبه لي انا اخذ اكيد بالملاحظات هذه واحاول ادارك اذا كان في شيء يمسني فعليا. نعم. طيب شلون بما ان احنا بموضوع النقد، شلون الكاتبه تقدر تستفيد من هذا النقد وتحوله الى انها تطور من نفسها؟ التطوير يعني ما يكون هادم لها. صحيح. ارد اقول هي مساله، ما في انسان يكون واثق من نفسه 100%. صحيح. لو احنا وصلنا للكمال، احنا كل مره ترى ننزل كتاب، اي كاتب لو تسالينه لو يوصل للطبعه 20 لو الإصدار 30 يوقف قدام جمهوره بكل كتاب يرجف، لأن في كل طبيعي. مرة في كل مرة هل أنا راح أكون قد التوقعات اللي أنا فيها؟ صح. هل أنا غطيت النظريات أو النقد اللي وصل لي؟ هل أنا قدرت أطول نفسي ولا أنا بس ظليت على قولتهم على طمام المرحوم؟ أيه. إن بظل على نفس أسلوبي، على نفس كتاباتي، نفس الصيغة، وأقول هذا الموجود عندي واللي ما يبي لا يأخذ كتابي. لكن أنا بالنسبة لي لا، أنا ككاتبة كأتكلم عن شريحة كبيرة من اللي موجودين معي، أنا ككاتبة فاطمة محمد النقد بالنسبة لي الأساس. أنا للحين عندي من 2015 الدفتر اللي أنا كاتبة فيه النقد اللي وصل لي من كل واحد
مع الهاشتاج ماله تكتبينهم؟ اكتبهم علشان اعرف ان انا يعني سويت الشيء هذا صحيح. قدرت اغطي هالعيب او ان انا ما شفته عيب احاول اتداركه كاسلوب ككلمه كمثلا واحد يقول لي شيء بسيط وايد كررتي كلمه معينه في اكثر من صفحه صحيح. انا بالنسبه لي لا هي لها مغزى بهالصفحه لها معنى والصفحه الثانيه لها معنى ثانيه والثالثه لها معنى ثالث صحيح. بس الشخص اللي كلمني ما يدري ان الكلمه هذه لها اكثر من معنى بس تداركا عشان ان انا اوفق بين العقليات اقعد اعدل بالموضوع هذا. فالكاتب الشاطر انه هو يقدر ياخذ كل النظريات ويحتويها وياخذها انه هو اشاده بالنسبه له. نعم، النصيحه تحبين تقدمينها حق الكاتبات الجدد نقول؟ نصيحتي الفعليه ان لازم كل حلم يكون له محارب. نعم. سواء كان ظروف، سواء كان وقت، سواء كان خلينا نقول مجتمع عايشين فيه، لكن بالنسبه لي انا الكاتب اللي يحس بنفسه انه يقدر يطلع كتاب لا يحرم الناس من ابداعات ممكن توصلنا بيوم من الايام للعالميه، خاصه واكرر خاصه اللي تكون اعمارهم صغيره من 9 سنين وفوق. وهذا توجيه حق اولياء الامور. نعم. يا ريت ان هم يهتمون في هالطائفه. الروائيه فاطمه محمد، احنا جدا سعداء بتواصلك معنا ووجودك معنا حقيقه في الاستديو، لكن يعني الضروره احكام للوقت احكام نفس ما نقول. وصلنا معكم لنهايه البرنامج، دمتم في حفظ الله ورعايته.